قرى، جمال، تاريخ، حصون، أودية، شلالات، جبال، طبيعة خلابة، تراث، مناسبات، زراعة. لا نظرت مرايس هذه اليمن، هذه اليمن تاريخها محفوظ على جدار الزمن. هذه اليمن، هذه اليمن تاريخها محفوظ على جدار الزمن. من عهد من؟ من عهد بلقيس وسبا وأروى التي ملكت عدن، وعهد سيف بن يزن، وعهد سيف بن يزن. هذه اليمن، هذه اليمن. مرحبا، هلو. أنا عبد الرحمن، بطوف بلادنا ونقول لكم جمالها وسحر طبيعتها. سنصعد الجبال وننزل الأودية، سنفتش عن التراث المهمل ونشوف حاجات جدا فاتنة، بتكون إن شاء الله رحلات بديعة وحلوة. تابعوا الموسم الأول من برنامج أين اليمن؟ العين التي سنرى من خلالها اليمن بحلة جديدة كما لم نراها من قبل. عين اليمن على قناتنا باليوتيوب بيكسل سنس.